وسؤال آخر، إذا لبست العقال حيث بعض الإخوان قال لي لا تلبسه فهو حرام، فهل هذا لا شيء؟ العقال لا شيء، سواء لبس عقال أو خيط أو عمامة، ما هي بس كله لا بس نمر بذلك إلا على وجه يكون فيه مشابهة للكفار، فشيء فيه مشابهة للكفار لا يفعله. أما ما دام ملابس يلبسها المسلمون فلا خير بس.